السلام عليكم، مرحبا بالناس لو يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين التقرير وين الفيفا تضع رهان كبير على المغرب لاستضافة مونديال فوتسال، يعني 2024 كأول دولة إفريقية قد تحتضن هذا الحدث. يعني فوتسال قد أول دولة إفريقية تحتضن هذا الحدث، وين يراهن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على المغرب، وذلك من أجل احتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة في نسخة 2024. يعني الناس اللي تخدم، الناس اللي عندها نفوذ، يعني مش عندها نفوذ، الناس اللي ظهرت بلي يعني المنتخبات الوطنية تاعها كي يوصلوا لواحد المراحل، يعني تولي عندهم، يعني تولي عندها قيمة كبيرة، تولي عندهم قيمة كبيرة تاع فوتسال. هادو الطفلات تاعهم يعني وين كاليفاو، يعني بزاف صوالح، بزاف صوالح عندهم. وين حسب ما ذكرته الصحيفة الإسبانية، فإن العاصمة المغربية الرباط احتضنت اجتماع ضم مدراء فنيين وأمناء عامين للاتحاديات الكروية خلال الفترة الممتدة من 6 مارس حتى 10 من شهر ذاته. وخلص الاجتماع حسب مصادر ذاتها لكون التنظيم المغرب لمونديال أضحى أمر مفروغ منه، حيث تلقت الفيفا ترشيح وحيد من المملكة المغربية، وعلما أن غد يعتبر آخر موعد لتلقي الملفات من الدول الراغبة في احتضان الحدث. يعني وين المغرب وين ترشحت لوحدها، يعني مكاش دولة ترشحوا دول، لكن الغاولهم الترشحات تاعهم، لأن بسبب البنية التحتية، بسبب بزاف صوالح. وفي حال تأكد نيلها استضافة البطولة، ستكون المملكة المغربية أول دولة إفريقية تحتضن المسابقة بعد أن جرت 3 مرات في أوروبا، هولندا، إسبانيا، واليونايتا، يعني ونسألنا كيفاش هو آسيا، هونغ كونغ، تايوان، وتيرلندا، والقارة الأمريكية، شأن 3 دول كذلك، البرازيل، كولومبيا، وغواتانامو. قلت لك غواتانامو، هذو هما. وهذا وأشارت المنصة إلى أن فوزي لخجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يحظى بدعم كامل لملف الترشح من قبل نظيره إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وأمينة العامة فاطمة سامورا. وأكد ستايب هاريس الإعلامي المتخصص في فوتسال أن ملف الترشح يتضمن احتضان المغرب للمسابقة في قاعات مركب محمد الخامس، 15,000 متفرج، مجمع أمير مولاي عبد الله، 10,000 متفرج، وأولمبياك أرينا بطنجة، 5,000 متفرج. وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن بعض البلدان أبدت اهتمام بتنظيم الحدث، لكنها لم تضع ترشيحها بعد، ومن بينها الهند، إيران، المكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية. ويبقى المرشح الوحيد والأول هو البلد العربي، المملكة المغربية، يعني وين تتلقى دعم كبير، خاصة وين لقجع وين تلقى دعم كبير من إنفانتينو وفاطمة سامورا. يعني وين عرفتو كيفاش، يعني كل هذا وين يعطي صورة، يعني وين يخدم صورة المغرب، يعني في خاصة وين رايحين يترشحوا كذلك الكأس العالم 2030، يعني مع كيسموها مع اسبانيا، مع البرتغال والمغرب. يعني وين رايحين، المغرب رايحة، وين يعني من الدعم من الفيفا كذلك، وين دعم من الفيفا. الناس اللي مغالطين هذا الدوسي تاعها اللي غادي يحطوه مع كيسموها مع اسبانيا، دعم من الفيفا فانيك، يعني يكون في علمكم.
ان شاء الله ما نعرف على ربي. هذو هما العلبة كي تكون كي يكون عندك منتخبات يعني وين يشرفوا يعني فوت صال هما فين يشرفوا، تشوف انت يا الأندية تاعهم، تشوف انت المنتخب الأول خاصة المنتخب الأول المغربي اللي وصل دومي فينال هو اللي عطى دفعة كبيرة، عطى دفعة كبيرة. قال يقولك لا مش دخل يا ودينا له الشيطان مش دخل، عطى دفعة كبيرة على بالك دفعة ما كاشي عليك. نقولوا بلي اليوم وين المنتخب وين المنتخبات المغربية وين البلد المغرب يتلقى يعني دعم كبير من عند انفيرتينو، خاصة زيارة الأخيرة تاع انفيرتينو، زيد الاجتماع التالي اللي داروه من 6 مارس حتى 10 مارس يعني وين ماشي زعما قاسي محمد وين اجتمعوا باش يكون باش يكونوا يعني اللي وداو عندهم ثلاث قاعات يعني تاع قاعة المركب محمد الخامس ب 15,000 متفرج، قاعة مجمع الأمير مولاي عبد الله 10,000 متفرج، أولمبياد أرينا بطنجة 5,000 متفرج. يعني ماشي زعاقة ناس تخدم خويا، ناس اللي عندها مزيد فانيك النفوذ. كان يقول لك لا النفوذ يا ودي تحتاج نفوذ، تحتاج رجاله، ما عندكش رجاله انت كي غادي دير؟ مالك ما عندكش رجاله وما عندك لا دراهم لا رجاله انت كي دير؟ ما تهدرش هي على ما يروحش يعطوها لكينيا ولا يعطوها لاثيوبيا ولا يعطوها انت عرب في اوروبا، على ما يهدروش على البلدان الفقيره في اوروبا ما يهدروش كاع عليهم. هذو جايين قاعدين كاين بزاف في اوروبا الشرقيه يعني محطمين، على ما يهدروش عليهم ما يهدروش عليهم كاع، ما يجيبوش كاع عليهم. لازم تكون قوي سي محمد، ما تكونش قوي والله ما يسمعوا بيك كاع. في الرياضه عندك رجاله في الرياضه ماشي زعاقه. غادي نقولوا بلي ودي الناس هي تخدم، ناس هي تحوس كيفاش تكون هي السباقه. تشوف اول بلد افريقي وين يعني في حال تاكيد نيلها استضافه البطوله ستكون المملكه المغربيه اول دوله افريقيه تحتضن المسابقه، بعد ان جرت في ثلاث مرات في اوروبا، هولندا، اسبانيا يعني وزيد فانيك جويه اسيا، هونغ كونغ، تايوان وتايلاندا والقاره الامريكيه بين ثلاثه يعني البرازيل والكولومبيا، وكاين فانيك فانيك نادي فانيك بلاد وحده اخرى ثلاثه، المهم ثلاثه. الناس هي تخدم خويا، الناس ما راهمش راكدين، الناس هم يخدموا. شوبير الاتحاد الافريقي يؤجل موعد كشف عن البلد المستضيف لي كان 2019. يا ودي قلنا لكم يا ودي شوف غير انتوما تنساو، هي مشي قالها لكم الاخر وقالها لكم، قالها لكم كي يسموها هذاك سانغور هذاك تاع السينيغال، قال لكم يا ودي للصيف، قالها لكم هنايا، قالها لكم لو تروا فيبري، قال لكم يا ودي، قال لكم راكم مقلقين، قال لكم ماشي ديس ولا، قال لكم الى الصيف. قال لكم للصيف ليق 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 ليق. حنا شو حنا لهنا عندنا في الجزائر اللي قلنا مسؤولين في الرياضه يكون عندهم يعني وزن ثقيل، كيما كما نديرو والو، كيما غادي تاع كارطيات ما نقولوش نجيبوها بعد تاع الشان هذه هي لعبوا لينا كيما غادي تاع كارطيات ما نجيبوهاش. راكم غالطين، كاين بزاف اللي يقول لك اللوم يا ودي راك غالط اخويا، انا نقولها لك والله لا غالط، راك تشوف بلي غادي تتقم لك مع هادو والله لا غالط. ما في المنتخب الوطني خاطش ما عندناش مسيرين، باش يكون عندك منتخب يكون عندك مسير، وباش يكون عندك مسير يكون عندك منتخب، هذه هي تالي.
ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. ومشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتو.